بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نجرب مكوكتين، المكوة دي والمكوة دي. في واحدة أصلي وواحدة تقليد. التقليد هي دي والأصلي هي دي. الاتنين يعني 15 سنتي، صغيرين قوي قوي قوي. والتانية نفسها، نبص عليها. هو انا جربت الاتنين، بس عايزة يعني قلت اصور بعد ما اجرب. ده الكتالوج بتاعها، بصوا دي محضر، يعني الكتالوج اكبر منها. ما تستاهلش الكتالوج ده كله، لانها سهل الاستخدام وكمان بايخه ما بتكويش خالص. ده شكلها وده اسمها، ما اسمهاش سكاني زي دي. بصوا دي سكاني، طبعا سكاني شركة معروفة، ودي بارتيبول ميني ايرنون ميشين، آلة الكي الصغيرة الصغيرة المحمولة، يعني تقدر تشيلها معاك في شنطة السفر. بتيجي كده، وده كوباية صغيرة معيار عشان تعبية من هنا لو عايزة بخار. طبعا كمان دي مش عارفة الكرتون انا حطيته فين. هي كمان عندها معيار، بس ده احلى، لا لانك تقدري تعملي كده وما يتسق... يعني ما يتدلاش عليكي برا. التاني الكوباية بتاعته المعيارية آسيا، مش زي دي سيليكون. ما علينا، نبص عليهم بالشكل وبعدين هجربهم على حتة قماش. ده شكلهم، دي مكتوب سكاني، شكلها من هنا تاني، كمان دي تانية تانية، من هنا من هنا ومن فوق. بصوا ده في علامة كده، وده علامة الرش. كمان دي عندها سيليكون غطا، دي ما عندهاش سيليكون. دي دايرة ودي فيها مثلث كده مربعة. دي مكتوب سكاني، بصوا دي لزق، دي 30 واط، ودي 200 واط. اللي ياس ده التقليد، بصوا على السلك بتاعها، والاصلي بصوا السلك بتاعها ده اقوى. هو مش على السلك، هو بالتجربة دي ما بتعملش حاجة، لا بتكوي ولا بتحرق. دي حلوة، عملية حلوة، يعني رغم انها صغيرة بس بتنفع. هنجرب دلوقتي، جرب التنتين، حتة قماش. شغل لي وشغل الكحلي والخضراء، نسيبهم هنا حتى ما يسخنوا.
انا ما بستخدمش البخار بتاعه، وده ما مهما حطيتي ميه ده مش شغال خالص، بينقط ويسرب، ما بيعملش بخاخ. ودي حلوة بس ما بستخدمش المية. هنا بصوا، حط دي هنا ودي على الخط ده، على الخط ده هنحط دي. مهما ضغط، مهما انتظرتها، مش هتكون ولا هتحرق. اعملي اعمال البيت كلها، تيجي والدنيا زي ما هي. ديكوت بصوا، دي بتكون هو مش باين في الكاميرا. انا اخترت حتة قماشة قاسية شوية. دي تاخد وقت و ما بتعملش حاجة، بس هي بتكوي الشيفون، شيفون روعة وما بتحرقوش. للي بتشتغل في تصميم الازياء حلوة. انا بشتغل في تصميم الازياء، فالشيفون حلوة. يعني انا بكوي فساتين الشيفون وما بخافش عليهم، لما اعمل كسرات ما بيتحرقش. مش باين في الكاميرا انه بيكو. خلاص نفصل بقى. دلوقتي عرفتوا الاصلي من التقليد. انا ما انصحكمش تشتروا دي خالص، دي تشتروها للي عاوز سفر صغيرة ياخدها معاه في السفر، حاجات دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة واعملوا لايك عشان نستمر في نشر الفيديوهات دي. شجعونا بلايك، كومنت حلو.